السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الدرس الجديد ديال اليوم اللي غادي نخدمه معاكم بجوج ديال الطرق مختلفين نوعا ما. فانتوما غادي تختاروا شنو هي الطريقة المناسبة لكم. الدرس الأول غادي يكون مختلف على الدرس الثاني، غير في هذيك التاج الفوقاني اللي غادي نخدمه الفوق هو اللي غادي يكون فيه الاختلاف. فانتوما لاحظوا الاختلاف مزيان ومن بعد اختاروا شنو هي الحاجة المناسبة لكم. اول حاجة غادا تثبتي الخيط، من بعد غادا تجيبي العقيق، اي نوع ديال العقيق اللي انت غادا تستعملي. فهاد العقيق هذا ديال الخيط هو اللي استعملته. المهم الان الخيط تيكون الفوق وكترجعي تثبتي العقيقة بغرزة في التوب بهذه الطريقة هذه. الحرير مبروم على 3 ديال الشعرات، ورقم البرا خدمت هنايا بالبرا رقم 6، المهم تقدروا تخدموا بالستة او الخمسة، غير حيت هذا العقيق هذا رقيق بزاف فهذاك الشيء علاش استعملت 6. من بعد كترجعي ديري هذا القوس بهذا الشكل، كترجعي ديري واحد الغرزة باش تعطيك هذا القوس اللي غادي نخدموا عليه. الان غادي نعاود ندوبلو باش يجي الدرس يعني شاد فراسو ويكون قاصح يعني مع التصبين وهذاك الشيء، ما يبقاش الدرس كيعواج. هنا رجعت درت قوس اخر بهذا الشكل. الان كطلعي الخيط الفوق باش نخدمو الحبكه، فغادي ترجعي اسفل هاد جوج ديال الاقواس هنا. طبيعة الحال غادا تشدي الخيوطة بجوج وترجعي ديري الحبكة الأولى. المهم أنا هنا غادي نحسب باش يجيوني الدروسة كاملين نفس العبار. لاحظوا معايا مزيان، غادي نرجع ندير الحبكة الثانية. هنا ثلاثة أربعة خمسة، حاولوا انكم تزيروا هاد الحبكات هادو باش يعني الدرس يجي واقف مزيان. هنا درنا 6 وهذه الحبكة السابعة، من بعد 8 9 و10. المهم انا حاولت هنا نكتب لكم الارقام غير باش يبقى كل شيء واضح. فاللي بغات تخدم بالارقام مزيان باش يجيكم الدرس كامل مقاد، واللي بغات تخدم عينها ميزانها يعني ماشي اشكال. المهم هنا غادي ديري غرزه في التوب، كترجعي الخيط اللور باش تعطيك غرزه. من بعد لاحظوا معايا مزيان، مباشره غادي نعاود ندير قوس اخر فوق من هذا القوس هذا، فغادا ترجعي ديري هاد الغرزه هذه في التوب. وهنا لاحظوا معايا بليدي اليمنى شديت هذاك الخيط الفوقاني هاد القوس هذا، عاد تثبت هذيك الغرزه مزيان. هاد الطريقه كتعاونكم باش تقدروا تضبطوا هذاك القوس. هنا رجعي الخيط الفوق وحاولي انك تخدمي في اول حبكه، هذيك الحبكه الاولى كتكون شويه بحال مخبيه لتحت، فحاولوا انكم حاولوا انكم تجبدوها وتخدموا عليها. درت فيها الحبكه الاولى وغادي نرجع فيها وندير الحبكه الثانيه. هنا غادي نمشي نخدم بالزياده، يعني غادي تكون عندي الزياده في البدايه وفي النهايه باش القوس يجي هو هذاك مقاد ويجي الدرس غادي مقاد مزيان. خدمنا جوج ديال الحبكات في اول وحده وهذه الحبكه الثالثه، ودابا غادي نزيد الحبكه الرابعه. من بعد خمسه، لاحظوا معايا مزيان ديما الخيط الفوق، وترجعي ديري الحبكه السته. حاولي انك تشدي الحبكه مع هذاك الخيط اللي داير او لهذاك القوس. المهم هنا سبعة، ثمانية،
وما تنسوش دائما زيروا الحبكة مزيان. سعود، عشرة، هنا هذه الحبكة الأخيرة غادي تخدمي فيها 11، وكذلك تخدمي فيها الحبكة رقم 12. علاش؟ كما قلت لكم الزيادة كتكون في الأول وفي الأخر. أول دور درنا فيه 10 ديال الحبكات، ثاني دور كديري فيه 12 حبكة بهذا الشكل هذا. فضروري هاد الزيادة هذه، إلا ما زدتوهاش كيجيكم شوية الخدمة بحال الحبكات كيجيو مباعدين على بعضياتهم. أما في هاد الدور الأخير، المهم دابا تبتنا الخدمة ديالنا، هذا هو الدور الأخير اللي هو الدور الثالث. ما غاديش ندير هذاك القوس وغادي نخدم نيشان، ما بغيتش نزيد نكبر الخدمة أكثر. المهم الحبكة الأولى كتخدمي فيها حبكة وكتعاودي ترجعي فيها كيف ما درنا في الدور الثاني، تعاودي ترجعي فيها وديري الحبكة الثانية. كذلك هنا غنمشيو بالزيادة، والزيادة ديما كتكون في الأول وفي الأخر. هاد الحبكة الثانية اللي خدمت كترجعي فيها وتلوي الخيط جوج ديال المرات على البرا، وتطلعي البرا الفوق، وتحاولي تزيري هاد الضرس هذا ديال الواحد. ودابا غتهبطي الخيط لتحت وترجعي فيها تحبكي فيها. ركزوا معايا مزيان فين دخلت البرا، غادا ترجعي تحبكي فيها. هنا حاولي تطلعي شوية الخيط بضفرك، يعني اللي عندها الضفار تحاول تستعملهم، ممكن بعض اللحظات اللي كنحتاجوا فيها الضفران. على العموم دابا غادي رجعت القاعدة ديالي وغادي ندير جوج ديال الحبكات، الحبكة الأولى والثانية. من بعد غادي نرجع نخدم الدرس ديال الواحد بهذا الشكل، كتلوي الخيط جوج ديال المرات على الكروشي، على البرا عفوا، بقيت مولفة الكروشي فتغلطوا لي. المهم هنا غادي ديري غير حبكة واحدة. اما في الدرس الثاني غادي نخدمو جوج ديال الحبكات وانتم قارنوا بيناتهم، اللي عجباتها حبكة تخدمها، واللي عجبها يعني الدرس بجوج ديال الحبكات ممكن انها تخدم. بالنسبة للناس اللي غادي نخدمو بالحرير المبروم، من الافضل ديروا جوج ديال الحبكات حتى لثلاثة الحبكات، تقدروا ديروا حتى ثلاثة الحبكات. علاش؟ حيت الحرير المبروم ديال الطرز الرباطي، بزاف كيسولوني على نوع الحرير. هذا فقط فيديو للتصوير، هذاك الشيء علاش درت غير الحرير العادي ديال الصابرة. مؤخرا وليت كنخدم فقط بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي، تفاديا لان الخدمات تشنتف ولا شي حاجه مع الوقت. بزاف كيعانيو من المشكل ديال الخدمه من بعد كتشنتف، بعد مرات كتشنتف وانت خدامه، يعني مازال ما تصبنات لا مره لا جوج، كتلقاي الجلابه غادا طالعه، يعني الخدمه كامله مشنتفه من البداية. وهذا مشكل كان وقع ليا وكنت درت عليه فيديو خاص. فحاليا قررت انني ما بقيتش نغامر ونخدم بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي، تنديرو على ثلاثه شعرات وكنخدم به. بالنسبه للدرس بحال هاد الدروسه هادو مثلا، اما ديري جوج الحبكات او ثلاثه الحبكات، حيت الحجم ديال الحرير المبروم دائما تيكون اصغر من هاد الحجم. فهادي ديما ردوا ليها البال، فاش تكونوا خدامين عرفوا باللي الحرير المبروم راه غادي يخرج لكم خدمه صغر من هاد الخدمه اللي كتخدم بالحرير العادي ديال الصابره، ولكن كتكون متقونه اكثر وكيسهل عليكم الخدمه. صراحه يعني انا لاحظت انه فاش كنكون خدامه به كتكون الخدمه سهله، وحتى الا غلط وحليت الخيط باش نرجع نكمل كنلقى الخيط باقي كيف ما هو، ما تيتشنتف ما والو، كترجعي تخدمي به عادي، ما كتطريش انك تقطعي الخيط وديري خيط جديد. المهم علينا، هنا في هذا الدور الاخير بما انك كتزيدي جوج الحبكات في الاول وجوج في الاخر كتعطيك 14 حبكه. هاد الدور الاخير تقدروا تخدموا عينكم ميزانكم، يعني ماشي اشكال، تقدروا ديروا 14 13، يعني ماشي بالضروره انك تبقاي كتحسب. ف
في الاخر كديري الغرزة الاولى وهذه الغرزة الثانية ودابا الغرزة الثالثة وهذه الغرزة الرابعة. الان من بعد ما كتخدمي ربعة ديال الغرزات هما الفاصل ما بين كل درس ودرس. دابا غادا تجيبي العقيق وغادا تخدمي المهم هنا العقيق يعني نوعا ما غير متناسق مع اللون ديال الخيط ولكن هاد الدرس هذا يعني غير للتصوير فقط ماشي مخدوم في شي خدمه غير داكشي اللي كنلقى راني كنخدم به. المهم درت غرزه باش تثبت هاد العقيقه هذه. من بعد غادا ترجعي في هاد الغريزه اللي كنا خدمنا الاخرى وغادا ديري هاد القوس اللي تيكون داير بالعقيق. المهم هاد الدرس هذا راه ساهل وبسيط والمنظر ديالو انيق. هادشي اللي زوين في هاد الدرس. كان سبق لي خدمت معاكم واحد الدرس بحال هذا ولكن بطريقه مختلفه. فهداك الدرس كنت خدمت بجوج الالوان وكنت درت الحبكه بوحدها. درت هذاك الدرس ديال الواحد خدمته بوحدو ماشي بحال دابا درت الدرس مع الحبكه مع كل شيء يعني انت غاده خدامه كل شيء في نفس الوقت. فهاد الطريقه هذه كتقتصد عليك نوعا ما الوقت. الان خدمت 10 ديال الحبكات وقفلت عليهم بغرزه ودابا غادي نرجع ندير هاد القوس من الفوق. دائما شدوا بصبعكم من الفوق وزيروا من التحت. هنا ركبت خيط جديد ومن بعد غادي نمشي لاول حبكه كالعاده. دابا غادي نديروا الزياده. اول حبكه كديري فيها جوج ديال الحبكات فهذه قاعده عقلوا عليها جوج ديال الحبكات في الاول وجوج في الاخر ودابا صافي يعني سيروا حتى الاخر وغادا تعطيكم 12 حبكه باش نبقاو يعني غاديين ضابطين الخدمه. ودابا غتمشي لهنا لهاد الغريزه هذه وتقفلي على هاد الدور الثاني. من بعد غترجعي الخيط لتحت بهذا الشكل وغادي نمشي لاول حبكه. اول حبكه لاحظوا معايا مزيان هنا تقدروا تخدموا في هذيك هذاك الخيط اللي تيبان لكم في الاخر تقدروا ديروا فيه الحبكه الاولى وديروا الحبكه الثانيه في هذيك الحبكه يعني الاولى. المهم علينا ديروا جوج ديال الحبكات باش يعطوكم الزياده ومن بعد غترجعي تلوي الخيط جوج المرات وديري الدرس ديال الواحد. ولكن هاد المره غادي نجربوا الطريقه ديال ان احنا نحبكوا جوج ديال الحبكات. هنا حاولوا تطلعوا هاد الخيط شويه لفوق. المهم انا بعد مرات كننسى وما كنطلعوش مزيان يعني ما كنقعدوش ولكن نتوما حاولوا تبقاو شويه تشدوه مزيان. هنا درت جوج الحبكات يعني في النهايه غادي تشوفوا معايا شنو هو الفرق ما بيناتهم. طبيعة الحال هذاك الدرس الاول غادي يكون الحجم ديالو صغر من هذا الدرس الثاني وبحال هذاك الدرس الاول اللي خدمت معاكم تيكون الشكل ديالو دائري وهذا كيكون شويه فيه بحال مثلثات في الراس الفوق. وانتم اختاروا يعني انا قلت غادي نخدمهم معاكم بجوج وانتم خذوا اللي عجبكم. فهنا كذلك تعاودي ترجعي وديري جوج ديال الحبكات. لاحظوا معايا مزيان هذه الحبكه الاولى بهذا الشكل وتعاودي ترجعي وديري الحبكه الثانيه. من بعد غادي نتكملوا دائما الحبكه الاولى ما كنخدموهاش والثانيه كنخدموها بحال هكا. ففي الاخر غادا تعطيك 14 حبكه باعتبار انك غديري الزياده في الاول وفي الاخر. فهذا هو الشكل من بعيد. المهم انا دابا غادي نقرب ليكم باش تقدروا تلاحظوا معايا مزيان. فهنا كاين الفرق
هادوك الدروسة الرابعة الاخرانيين كلهم خدمتهم بجوج ديال الحبكات. لاحظوا الفرق ما بين الدرس الاول اللي خدمتو غير بحبكة واحدة والدرس الثاني، واختاروا اللي يعجبكم. مهم، مشاهدة ممتعة، وشكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين.